تتزايد حدة التوتر على الجبهة اللبنانية، حيث أطلق حزب الله صواريخ باتجاه شمال إسرائيل ردا على مقتل أحد عناصره وشقيقته بضربة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان. ومن جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو استهدفت مستودع أسلحة في منطقة بنت جبيل، بالإضافة إلى مبنى عسكري تابع لحزب الله في منطقة كفر كلا بجنوب لبنان.